الأرض الدفاع عن الأرض السورية. إذا وصلت الآن حافلات جديدة كما تتابعون ليصل العدد هناك إذا 5 حافلات جديدة ليصل العدد إلى 32 حافلة. نجد الفرحة وأيضا دموع الفرح بلقاء الأحبة على وجوه أهالينا القادمين. نتابع كم هو عدد الأطفال المتواجدين ضمن هذه الحافلات الذين كانوا محاصرين في بلدتي كفريا وأيضا الفوعة. إذا الحافلات ما زالت تصل إلى هذا الممر، ممر سلة العيد في حلب الجنوبي. وكما ذكرنا انهم يتبعون اشاره النصر لانهم واثقون بان النصر قريب جدا لكل سوريا وعلى امتداد الجغرافيا السوريه. اذا ايضا هناك باصات جديده اخرى قادمه نتابعها من بعيد. اذا ان شاء الله ان شاء الله هذه الاتفاقيه تنفذ بشكل جيد، والاهم فؤاد والأمن والأمان. نعم فؤاد 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 هل لديك معلومات او عبر تواصلك يعني مع المحررين الان من اهالي بلدتي كفريا والفوعة عن المعاناة التي كانوا يعانونها تحت الحصار؟ نعم طبعا لدينا معلومات عن المعاناة التي كانوا قد عانوها خلال فترة الحصار من خلال طبعا الجوع، من خلال الحدائق الصاروخيه التي كانت ترد اليهم، من خلال عمليات القنص، من خلال النقص ايضا في الدواء. لولا كان هناك من بعض المحاولات من اجل انزال بعض المعونات التي تقدم لاهالينا الا ان هناك طبعا كانت معاناه كبيره. تابعتهم من خلال الباصات، هناك عدد كبير من الاطفال ضمن الحافلات الذين كانوا يعانوا من نقص في التغذيه، من نقص في الدواء، من نقص في تامين الرعايه الصحيه. ايضا فجر اليوم عندما وصلت عدد من الحالات كانت المعاناه شديده في الوضع الصحي، هناك كان اصابات كبيره من خلال القذائف الصاروخيه، كانت هناك سيده